السلام عليكم. دعت القوى المعارضة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين إلى تنحي الآخر بشكل فوري مناشدة الجيش بدعم ذلك المطلب، ودعا بيان لما يسمى قوى إعلان الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات ونشره حزب المؤتمر السوداني المعارض المشاركة في الحراك إلى تأكيد مطالب شعبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيود أو شرط. وأضاف البيان: تكوين مجلس من القوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورية التي تدعم الإعلان على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات المنظمة والقوى الفاعلة محليا ودوليا من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبيا ومعبرة عن قوى الثورية. وطلب بيان القوى المسلحة السودانية بدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي وسحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية له. وخرج الآلاف المتظاهرين السودانيون على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل المظاهرين إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر كانون الأول 2018 ضد حكومة الرئيس عمر بشير. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.